طيب الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية، كما نستقبل رسائلكم عبر خدمة الواتساب. فاصل ونعود إليكم. عندنا بوزارة الدفاع عقد يشترون 12 طيارة، الطيارة الوحدة سعرها 975,000 دولار. ألف دولار بيش اشتروها؟ ب13 مليون دولار. يعني عقد قيمته 11 مليون دولار وشوية، دفعنا كمسيون رشوة، يعني سرقونا. هؤلاء 144 مليون دولار. زمن حكومة الأبطال ما عندك نزاهة تشتغل صحيح، نزاهة تشتغل على الفقراء، ما تشتغل على الديناصورات. أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين. في هذه الحلقة أو في بداية هذه الحلقة سوف نتحدث عن تفاصيل مقتل الضابط الكبير في الجيش بنيران ميليشيات الحشد الشعبي في سامراء. طبعا الاشتباك المسلح الذي وقع يوم الثلاثاء الماضي بين قوة حكومية تابعة للجيش ومسلحين من ميليشيات سرايا السلام ضمن الحشد الشعبي قرب مدينة سامراء أسفر عن مقتل عميد رفيع في الجيش وإصابة عدد من الجنود بينهم بحالة خطرة، وذلك في أول صدام مسلح بين الجيش وفصائل الميليشيات منذ إقرار الحكومة قانونا تساوي فيه بين الطرفين بالحقوق والواجبات والامتيازات المالية والقانونية. طبعا مسؤول حكومي تحدث تفاصيل الاشتباك وأكد بأن آمر اللواء 57 بالقوات قوات الجيش الخاصة والمكلفة بتأمين مواكب رئيس الوزراء حيدر العبادي وهو العميد شريف إسماعيل المرشدي قتل بنيران ميليشيات الحشد الشعبي يوم الثلاثاء قرب سامراء عندما كان في طريقه لترتيب زيارة مقررة لرئيس الوزراء حيدر العبادي إلى مدينة الموصل. المسؤول تابع وتحفظ عن ذكر اسمه في حديث لصحيفة العربي الجديد بأن أفراد الميليشيات كانوا يقيمون حاجز تفتيش عندما مر رتل عسكري تابع للقوات الخاصة اللواء 57 وأوقفوه وطلبوا من الجنود أن يترجل الضباط منه وأن يخضعوا للتفتيش، وهو ما أدى إلى مشادة كلامية أدت إلى مقتل العميد، أو اضطر العميد القتيل إلى الترجل قبل مقتله من السيارة لحل الإشكال، إلا أن أفراد الميليشيات كانوا يطلقون النار فأصابته إحدى الرصاصات برأسه بشكل مباشر فارق الحياة على إثرها، كما أصيب عدد من الجنود. المسؤول لفت إلى أن تعزيزات عسكرية من الجيش وصلت إلى المكان وانسحبت على إثرها الميليشيات. النقيب في اللواء 2 في قوات الشرطة الاتحادية المتواجدة قرب سامراء أكد بأن المشكلة حصلت بسبب عناد آمر القوة التابعة لميليشيات الحشد، إذ كان يريد من الجيش أن يرضخ ويترجل أفراد الموكب ويخضعوا للتفتيش والجيش رفض ذلك. النقيب في الشرطة أكد كذلك مفضلا طبعا كذلك عدم ذكر اسمه بأن الحديث عن وجود سوء تنسيق غير صحيح ومحاولة تضليل حقيقية، هاي طبعا نخلي تحتها خطين، وأوضح بأن الاشتباكات حدث بشكل مباشر بعد دقائق عدة من المفاوضات من قبل قوات الجيش مع ميليشيات الحشد بأن يسمحوا لهم بالمرور وأنهم بمهمة رسمية. طبعا مكتب العبادي يوم الأربعاء أعلن مشاركته في تشييع الجنرال العسكري الذي قتل على يد عناصر من ميليشيات الحشد، وأكد بأن الأخيرة وجهت بفتح تحقيق بالحادث. جاء في البيان الصادر عن مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي بأن العميد كان من الذين شاركوا بالحرب ضد تنظيم داعش وكان مثالا للبطولة كما وصفه البيان والتضحية،
وواصفا من أطلق عليه النار بعبارة عناصر غير منضبطة، عناصر غير منضبطة. هذا دائما، هذه العبارة دائما تأتي على لسان رئيس الوزراء حيدر العبادي. طبعا وفقا للمعلومات المتحصلة عن العميد القتيل شريف إسماعيل المرشدي، يبلغ من العمر 56 عام، من سكان العاصمة بغداد، ولديه 4 أبناء. وتولى المرشدي بحسب المعلومات منصب آمر اللواء 57 بقوات الجيش الخاصة المسؤولة عن حماية المنطقة الخضراء في بغداد، بعد أحداث اقتحام المنطقة من قبل أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر. تولى القتيل حينها مهمة استعادة الأمن وإخراج أنصار الصدر، وأسفر ذلك عن سقوط قتلى، وهو ما دفع البعض إلى التكهن بأن العملية متعمدة وعبارة عن أخذ ثار قديم وتصفية حساب. إذن هذا العميد كان مسؤول عن حماية المنطقة الخضراء بعد دخول أنصار التيار الصدري في المظاهرات المعروفة العام الماضي، وهناك من تحدث أو تكهن بأنها عملية تصفية. نريد أن نستمع إلى آرائكم وأصواتكم أعزائي المشاهدين حول هذا الموضوع. كيف لميليشيات من المفترض بأنها ضمت إلى القوات المسلحة، وبأن القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء حيدر العبادي يشرف على هذه القوات، تقوم بهذا الفعل؟ هذا عميد في الجيش مسؤول المواكب الخاصة لتأمين زيارات رئيس الحكومة حيدر العبادي، تقوم ميليشيات قرب مدينة السامراء بقتله وجرح عدد ليس بقليل من مرافقيه من الجنود، منهم بإصابة خطرة. وهذا طبعا كما أشرنا يأتي بعد أيام فقط من مساواة رئيس الوزراء عندما أصدر مرسوما ساوى بين أفراد ميليشيات الحشد الشعبي وبين قوات الجيش وقوات الأمن، إن كان في الشرطة أو في الأجهزة الأخرى، بالحقوق وبالواجبات وبالامتيازات وأمور أخرى كثيرة. كيف يعني تم مقتل هذا العميد، ومن أعطى الأمر بقتله، وكيف يعني أصبحت اليوم الميليشيات هي المتحكمة في الملف الأمني في العراق؟ ولماذا فقط صيغة عبارة بأنها عناصر غير منضبطة؟ هذه العبارة كما أشرنا نضع تحتها خطين. دائما عندما تحدث انتهاكات في العراق ويخرج رئيس الوزراء حيدر العبادي يتحدث عن عناصر غير منضبطة أو تصرفات فردية، هذه المرة تم قتل عميد مسؤول عن موكب حماية رئيس الوزراء، وكذلك نفس العبارة صيغت. هل رئيس الوزراء يخاف من الميليشيات، يخاف من إصدار بيان واضح باعتقال هؤلاء والتحقيق معهم، محاكمة عسكرية بما أنهم ضمن تشكيلات عسكرية تابعة للحكومة بحسب مرسوم رئيس الوزراء حيدر العبادي وبحسب قرار البرلمان لعام 2016 بأن الحشد أحد تشكيلات القوات الأمنية في العراق؟ نريد أن نستمع إلى أصواتكم. معنا اتصال أبو حسن من بغداد، تفضل أبو حسن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل أخي عزيزي. دولة ما يعرفون يقودون دولة، يعني الميليشيات هم جابوهم تخريب الدولة، قتل الناس، شلون يضيفوهم للمنظومة الأمنية العسكرية؟ دولة ما يعرفون، يعني ما يعرفون يحكمون بلد ولا يقودون بلد. هذول يعني لو تجيب واحد من الشارع يقود البلد، بس هذول ما يعرفون يا اخي. يعني عميد قتل. نعم. شنو السيطره هاي مال الميليشيات على الناس؟ فهم ما يعرفون يقودون دوله، يعني ما يعرفون يقودون دوله. برايك لماذا تم قتل هذا العميد؟ اي جزئيه حسابات بيناتهم، هم يعني هم عصابات، دول الميليشيات عصابات. يجوز العداوة، يجوز واحد زين، يجوز هذا رجل منضبط، قائد عميد ومسؤول على مثلاً مال ما يطلعون دول الوزراء وحمايتهم. هو مسؤول عن حماية المنطقة الخضراء، وقام بإخراج أنصار التيار الصدري عندما اقتحموا المنطقة الخضراء وخاصة مقر البرلمان.
يعني اقول عليه يعني ذول يعني ما اعرف اقول عليهم ذول يعني يعني اولاد شوارع. لا تقول لي ولا اقول لك اولاد شوارع ذول. هو يجب واحد مهني يخدم البلد هم بس ذول جميع واحد ذي يخدم البلد ما يرضون به. نعم زين. المفترض من رئيس الوزراء يعني هو تحدث في البيان بأنها عناصر غير منضبطة، غير المفترض يتم محاكمتهم محاكمة عسكرية إذا هم تابعين إلى القوات الأمنية والعسكرية؟ أخوي هم دول عصابة واحدة. نعم الميليشيات ورئيس الوزراء وعصابته كلها هو هذا حزب دعوة، هو هذا حزب قذر منحط إلى أبعد مدى. أخي دول دول ما 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 سرحهم دجاجتين ثلاثة دول يقودون دولة والله كفر. بس أنا عتبنا على الشعب هذا، الشعب اللي نايم ما أعرف عتب علينا. ردنا وعي، ردنا وعي بعد أكثر نعرف عدونا من صديقنا. نعم أبو حسن من بغداد كان معنا. عبارة النقيب في الشرطة وكان قريب على موقع الحادث وهو من شرطة السامراء عندما تحدث بأن يقول بأن الحديث عن وجود سوء تنسيق غير صحيح ومحاولة تضليل حقيقية، وأوضح بأن الاشتباك حدث بشكل مباشر بعد دقائق عدة من المفاوضات من قبل الجيش مع الحشد بأن يسمحوا لهم بالمرور وأنهم بمهمة رسمية. إذن هناك تنسيق ومعلومة لدى هذه السيطرة، سيطرة ميليشيات الحشد الشعبي بالتحديد التابعة لسرايا السلام، لديها معلومة بأن هذا الموكب تابع إلى رئاسة الوزراء وجاء إلى هذه المنطقة مرورا بسامراء ومن ثم إلى الموصل لتأمين الطريق لزيارة مرتقبة لحيدر العبادي إلى الموصل. هذا يعني يطرح كثير من علامات الاستفهام. إذا تم التنسيق ويعرفون بأنه هذا عميد في الجيش وبأنه من القوات الخاصة وأنه مسؤول عن موكب حماية رئيس الوزراء حيدر العبادي، إذن هذه المسألة تحمل الكثير من علامات الاستفهام، وربما كما يشير المراقبون بأنها عملية متعمدة لتصفية هذا العميد. معنا اتصال آخر. حسين من بغداد، تفضل حسين. الله يساعدك، شلونك اخي؟ اهلا وسهلا بك. ايه الله يساعدك حياك الله. سلام الكادر جميعا لنا يا قناة الشعب اللي تعبر عن مظالم الشعب العراقي. حياك الله. إذا تسمعني من التلفون أبو علاوي، إذا تسمعني من التلفون مباشرة وتترك التلفزيون لأن راح يصير صدى وراح يتشوش عليك وعلينا وعلى المشاهد. تفضل. بارك الله فيك وبيك. نعم شنو رأيك بمقتل هذا العميد من قبل سرايا السلام؟ مقتل العميد وغير العميد ونقتله أخي لو ينضبط القانون. نعم. بلد ما في قانون، من ينضبط القانون بعد كل شيء ما يقدرون يسوون. إذا هو القانون الصليفك منه يبقى البلد إلى الهاوية. نعم. فأهم شيء هو القانون، قانون هو حماية الفرد. يا أخي والله هو لو القانون يمشي عدل هاي كلها مصير مع ألف. نعم. شكر. إيه مالا. شكرا حسين من بغداد. أبو خالد من بغداد كذلك من العاصمة بغداد، تفضل أبو خالد. السلام عليكم سيدي. وعليكم السلام ورحمة الله. سلام من الله عليكم وعلى قناة الراشدين الذي كادرها الشجاع الغيور الوفي. وعليكم السلام ورحمة الله. سيدي عمر، بخصوص العميد اللي عايد للعبادي. نعم. هذا الرجل انقتل في سامراء. نعم. اللي قتلوه يعني أنا ما عندي المعلومة لكن يعني يقال إنه سرايا السلام. نعم بالضبط سرايا السلام، هذا مؤكد. نعم نعم. فسرايا السلام هي غيورة، أنا متأكد كل التأكيد. سماحة السيد مقتدى الصدر وسيارة غيور 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 ابن العراق. تمام. نحن متأكدين من هذا كل التأكيد سيدي عمر. دع شنو اللي حصل؟ فاللي انقتل العميد هو ما يخص العبادي. نعم. ما يسمى برئيس الوزراء. نعم.
العبادي لا يمثل العراق، نقسم بالله لا يمثل العراق وإنما يمثل السيادة. والسيادة هم ملاري طهراني. لا ويا شعبنا لا نظل نغامر ولا نظل منا ومنا نختار بيها. نعم، يعني شنو هذا يسمح بقتل عميد سياسية وكل برلمانهم أذناب؟ نعم. والدليل الدليل للحكومة الإيرانية وهم أجيال لإسرائيل. زين أبو خالد، هذا يبرر قيام سرايا السلام، ميليشيا سرايا السلام بقتل عميد مسؤول عن حماية مواكب رئيس الوزراء أو تأمين المواكب؟ سيدي مدى سؤال مدى أسمع سيدي. هل يبرر اللي أشرت إليه، هل يبرر قتل عميد في الجيش من قبل ميليشيات مسلحة على أساس بأنها تابعة إلى الدولة؟ هل هذا يبرر قتل عميد؟ سيدي مدى أسمع السؤال سيدي يا عيني. تسمعني أبو خالد هسه؟ هسه أسمعك. أنت تفضلت بهذا الكلام، هل يبرر عمل ميليشيات سرايا السلام بقتلها عميد في الجيش؟ سيدي أنا متأكد كل التأكيد سرايا السلام ما تفعل هذا. كيف؟ لا هذا موثق، هذا موثق ببيان رئيس الوزراء، موثق ب قوات الجيش وقوات الشرطة، حتى انسحبت هي انسحبت أصلا من هذه النقطة. نخاف لك الخاف الله. نعم، العبادي وكل حكومته هم ما يرتاحون لسماحة السيد مقتدى الصدر، ما يرتاحون. هذه حقيقة نحكيها على الهواء مباشر، وخلي يسمعها كل شعبنا في العراق بكل عفافه. هم ما يرتاحون لهذا الرجل، لأن هذا الرجل وطني، هذا الرجل ماشي أبو خالد. المقتول ماشي، المقتول ليس من سرايا السلام، ليس من التيار الصدري، المقتول ضابط في الجيش. نعم 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 نعم، أفهمك سيدي. نعم. أفهمك. هم سيدي أرادوا أن يسمون بي سرايا السلام. نعم. أحلى ما علينا بالأعلام سيدي. إذا أنت تشوف رؤية مغايرة. أبو خالد من بغداد كان معنا اتصال آخر. أبو فيصل من السعودية، تفضل أبو فيصل. السلام عليكم، كيف حالك؟ وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله. حيا لك يا عمر، تحيي القناة الرافدين، تحيي الكادر القناة، تحيي المتصلين، واسمح لنا حيا الشعب العراقي والشعب السوري والشعب اليمني، الشعوب العربية البطلة، ورحمة الله على شهداء العراق والأمة العربية. آمين. أما قضية العميد اللي قتلته الميليشيات، هو هي رئيس وزراء هو ميليشيا، وهي حرب ميليشياوية، العراق مجبل على حرب ميليشياوية بما فيها ما حيدر العبادي، هو ميليشياوي أصلا. حزب الدعوة هو أكثر ميليشيا بالعراق، أكثر ميليشيا تابعة لإيران، كلها ميليشياوية. أنت شايف بلد بو ثمانية أكثر من 100 ميليشيا. نعم. أبو فيصل من السعودية انقطع الاتصال. نقرأ بعض رسائل واتساب. يقول السلام عليكم، مع الأسف الشديد المراجع الدينية ضللت الشباب العراقي من أجل أن ينضموا إلى الميليشيات، والغاية من أجل قتل الشباب وبالتالي إبادة الشعب العراقي. رسالة أخرى يقول أستاذ عمر، إذا السفينة، يقول السفينة إذا كثرت ملاليحة تغرق، هذا مثل. في رسالة أخرى طبعا هذه تثير علامة استفهام وتساؤل كذلك، يقول عدم دفاع الحمايات عن المسؤول المحمي دليل قاطع على عدم اعترافهم بشخصيته الاعتبارية، وهو إشارة لكل مسؤول بأنه ليس الشعب وحده لا يهابكم، بل أضيق الحلقات حولكم لا تحترمكم لا تقوم بالاحترام أيضا لكم. لماذا بالفعل، لماذا الجرحى فقط من حماية العميد الذي قتل؟ لماذا لم تحدث اشتباكات أو دفاع عن العميد الذي قتل؟ لماذا لم يرد، بما أنهم قوات جيش، لماذا لم يردوا دفاعا عن أنفسهم؟ ما الذي حصل؟ اتصال. أم زمزم من بغداد، تفضلي أم زمزم. تحياتنا لحضرتك وكادر القناة أستاذ عمر. أهلا وسهلا بيك أستاذ عمر. العميد الشهيد رحمه الله، العميد الشهيد، وأسكنه فسيح جناته، وانطى الأهل الصبر والسلوان. أنا أقول
انه العميد الشهيد ضحيه الدعايه الانتخابيه للأباديستان. حتى نقول ان قاده الحشد الغير منضبطين والتابعين الايران يشتغلون بصفحه والسيد العبادي يشتغل بصفحه، لكن الحقيقه هو من ابرز قاده الميليشيات هو السيد العبادي. فكان منه ضحيته العميد الشهيد، مع احترامي الى القاده العسكريين الوطنيين من الجيش العراقي. ماشي. شلون تقوم ميليشيات بقتل وهي تابعة إلى سرايا السلام هذه الميليشيات؟ هذا العميد قام بإخراج التيار الصدري من المنطقة الخضراء بعد اقتحامها، وخاصة اقتحام مبنى البرلمان، وهناك من المراقبين من تحدث بأنها مسألة ثأر. أنت شلون تشوفيها؟ أستاذ، منو يدري أنه السيد العميد رايح للموصل دا يرتب الأمور للسيد العبادي؟ لا، أكو تنسيق مثل ما تحدث نقيب في الشرطة الاتحادية، قال هناك تنسيق ويعرفون بأنه العميد الفلاني جاي، وأنه تم التنسيق من أجل تأمين الطريق لمرور رئيس الوزراء وصولا إلى الموصل عند الزيارة المرتقبة إلى الموصل. أستاذ، هي الاتفاقات تصير من الأعلى، يعني أمور ما حد يدري بيها بس السيد العبادي والجماعة المقربين إليه وقادة الحشد. فأستاذ، أنا متأكدة 100% دعاية انتخابية للسيد العبادي، حتى نقول العبادي بصفحة والحشد بصفحة أو الميليشيات الغير منضبطة، لأن إحنا مقبلين على انتخابات. ونفس الكلام اللي ينطبق على السيد العبادي ينطبق على سليم الجبوري أيضا. سليم الجبوري دا يتبع نفس النظام، فكلهم في سبيل الدعاية الانتخابية حتى يقعدوا على الكرسي للعبادي. زين، هم اللي قتلوه من سرايا السلام مو من جماعة العبادي. هو ضابط بالجيش مسؤول عن حماية موكب رئيس الوزراء حيدر العبادي. أستاذ، كل قادة الميليشيات وحتى السيد العبادي يأخذون أوامرهم من إيران، يأخذون من السفير الإيراني ومن قاسم سليماني. نعم. فالشغلة مرتبين إلها، يعني إيران راضية على العبادي، راضية أستاذ بالباطن راضية، فسووا هذا الترتيب في سبيل بلكي يرجعوه إلى ولاية ثانية. نعم، يعني بقتل العميد راح يفوز العبادي، معقولة؟ نعم أستاذ. لا، هاي واحدة من الدعايات الانتخابية أستاذ، حتى نعم. احنا شو نقول الشعب شو يقولون؟ يقولون هاي ميليشيات غير منضبطة والعبادي ما عليه، بينما هو من يؤسس الميليشيات؟ هاي الميليشيات مؤزر لها مرسوم حيدر العبادي قبل أيام، وأعطاهم امتيازات وتم تسويتهم بالجيش. دليل آخر أستاذ عمر، هاي دليل آخر، الامتيازات اللي أعطاها لأعضاء الحشد. ليش هو من أسس الحشد؟ حزب الدعوة. من حزب الدعوة؟ السيد المالك والعبادي. نعم، أم زمزم من بغداد كانت معنا، شكرا لك. معنا اتصال أبو ناصر من تركيا، تفضل أبو ناصر. السلام عليكم أستاذ عمر. وعليكم السلام ورحمة الله. تحية لحضرتك والقناة الرافدين وكل الكادر. نعم، شنو رأيك بالموضوع اللي حصل؟ أستاذ عمر، هو هذا جزء بسيط من استهتار ميليشيا الحشد، وهم مو بس بالسيطرات موجودين، هم بكل الأماكن والطرق ينشرون استهتارهم. هسه احنا نريد نسأل شنو موقف رئيس الوزراء على هذا الحادث؟ يقول بأنها عناصر غير منضبطة بحسب البيان اللي صدر. طيب، إذا أنت تعرف عناصر غير منضبطة، أنت ليش تساويهم بالجيش وتمجدهم وترفعهم هالقدر هذا؟ ليش ما تقضي عليهم؟ ليش ما تنهي هذا الحشد؟ وأكثر من واحد طلع وطالب بأنه ينهي هذا الحشد ويرجع كل واحد لمكانه. اللي الغاية من الحشد بوقت لما تأسس الفتوى من السيستاني هو مقاتلة وإخراج التنظيم الدولة من العراق. انتهت شغلة تنظيم الدولة هسه من العراق، شنو باقي الحشد؟ شنو نعم. معنى وجوده هسه؟ نعم، ميليشيا الحشد تريد نعم. تكون سلطتها أعلى من سلطة الجيش. هي هاي أستاذ عمر، هاي فتوى السيستاني اللي خلت وين ماكو مدمن مخدرات وكبسلة يستهترون ونشرون رعبهم بين الناس. وهاي الفتوى الثانية اللي كل العراقيين يعرفوها، اللي يصدرها السيستاني وقبلها فتوى عدم مواجهة الاحتلال. نعم، يعني وبكلتا الفتوتين مالته دمر البلد. نعم. وأكثر من واحد مثل ما قلت لك أستاذي العزيز بح صوته وهو يطالب بإلغاء الحشد، وبدل ما يستجيبون سووا بين الحشد والجيش
ونطوهم صلاحيات أعلى من صلاحية الجيش. بالتأكيد يعني احنا هذا الشيء متأكدين منه بأنه العبادي يخاف من الحشد، وما باستطاعته أن يحاسب أي مجرم من الميليشيات، لأن يعرف الأحزاب ما راح تسكت ودورها إيران ما راح تسكت. وأعتقد سبب مقتل هذا العميد هو تصفية حسابات بين الميليشيات والحكومة من وقت دخول أتباع الصدر للبرلمان. نعم. وحتى يعرف العبادي بأن الميليشيات ما تعترف بالحكومة. نعم. وبسبب جبن العبادي من الميليشيات راح يجي يوم وحتى هو يصفوه. يعني ما معقولة دولة تحكمها العمامة يا أستاذ عمر. يعني الدولة اللي تحكمها العمامة مستحيل يستقر الوضع بيها. وقبل شوية اتصل الأخ أبو خالد يقول العبادي ما يمثل العراق. طيب يا أخي العزيز، هو من الموجودين من السياسيين والبرلمانيين والمعممين يمثل العراق؟ كلهم عملاء القاسم السليماني وبالتالي تابعين لإيران. شكرا أبو ناصر من تركيا كان معنا. معنا اتصال أبو حسان من الفلوجة، تفضل أبو حسان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شوك أستاذ عمر، حياك الله، أهلا وسهلا بك أستاذ عمر. هو إذا الحماية مالت العبادي نزلوها للتفتيش العبادي، شنو موقفه يعني؟ نعم. أكو رئيس وزراء سيطرة مال الميليشيات ينزلوها للتفتيش ويرجلونها، يعني ترجلون للتفتيش؟ هو أكو واحد رئيس وزراء ينزلون حمايته للتفتيش وفوقها يقتلون الحماية مالته وهو يضحك بعيونه؟ خلي العبادي يستقل من منصبه، يعوفها هاي رئيس الوزراء إذا حمايته تقتل وهو يضحك بعيونه، شنو موقفه؟ نعم أبو حسان، انقطع الاتصال مع أبو حسان من الفلوجة. أعزائي المشاهدين، مستمرون معكم بتقديم هذه الحلقة، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين. نقرأ بعض رسائل واتساب، يقول: يعود إلى الواجهة سيناريو قتل القيادات العسكرية الكبيرة، إما لخلافات بينهم أو لأنه منضبط بالأمن أو أن الميليشيات هي من تريد أن تفعل ذلك. هم عصابات تفننت على أشكال القتل هذه، من أين جاءوا بهذه السطوة وهذا الفعل منهم؟ لا نستغرب أخي عمر أن تكون الميليشيات هي من قتلت، وهي تتسبب أو تتفنن بأشكال العنف وفوضى السلاح لنحكم على أفعالهم ضد العراقيين، وأكثر من ذلك هم من يفعلون ذلك حتى لأنهم حتى ولاءهم كله لإيران، هذا حقد يعمي عيونهم. في رسالة أخرى يقول أخ عمر: أنت سامع في الغابة بها قانون الشعب، ليش ساكت على هذولا؟ كفى، استحوا على ناموسكم وانتخوا للبلد، كافي نهبوكم وذلوكم، شنو عمايم تتحكم بكم وسراق وعملاء باعوا البلاد والعباد. في رسالة أخرى يقول: نحيي قناة الرافدين على جهودها الشريفة والشجاعة، ما دام العراق بيد الميليشيات ما تصفى الأوضاع، الحكومة مو بيد العباد. يقول: يا أخي بيد الميليشيات المدعومة من خارج العراق، أخوكم أبو قصي الأحوازي. يقول: هناك وراء هذه العملية أيادي خفية الغاية منها إثارة الفتنة بين أفراد الشعب والاقتتال بين أبناء الشعب، وهذه تخدم توجهات أمريكا وإسرائيل وإيران ابن ميسان. هل هناك اتصال قبل ما نستكمل قراءة الرسائل؟ نعم. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قتل العميد لا يتعدى أن يكون استهتار واستهجان بأرواح
الناس من قبل الميليشيات التي أدمنت القتل والاستهتار والاستخفاف بأرواح الناس أيا كانوا. ولكن إلى متى تستمر هذه الحكومة الطائفية الكيل بمكيالين لأفراد الشعب؟ فلو كانت الميليشيات القائمة بالقتل من السنة لأصبحت إرهابية، ولكونها شيعية أصبحت مجاميع غير منضبطة. وهنا نسأل، هل من قام بالقتل سيعاقب؟ أبو نور الحسن من بغداد يقول، هل سيعاقب بعقوبة انضباطية أم ماذا؟ أبو نور الحسن من بغداد يقول، كما حصل في السابق سيتم تصفية أي عنصر لديه غير وطنية عراقية، وسيبقى الفاسدون. عمر من المغرب يقول، أخي العزيز، للأسف الشديد أصبح العراق بشعبه تحت عنوان الفوضى الخلاقة. إن كان الخلاف بين أناس يدافعون عن أنفسهم أصبح إرهاب، وإن كان بينهم وصفوا بعناصر غير منضبطة. نعم، طبعا هذه الحادثة، حادثة قتل العميد على يد ميليشيات سرايا السلام، وهي تابعة إلى ميليشيات الحشد الشعبي، كما شاهدنا وقرأنا هذه الرسائل، وكذلك استهجان في الشارع العراقي، وهذه تؤكد الانتهاكات التي كان يقوم بها وما زال يقوم بها عناصر ميليشيات الحشد الشعبي في مناطق كثيرة في العراق. ودائما كما أشرنا، كان يخرج علينا رئيس الوزراء حيدر العبادي ويصفها بأنها إما تصرفات فردية، وإما بأن عناصر غير منضبطة داخل ميليشيات الحشد الشعبي تقوم بهذه الأشياء، وهذا لا تمثل المؤسسة بشكل كامل. اليوم تكررت هذه العبارة بعد مقتل العميد المكلف بحماية موكب رئيس الوزراء حيدر العبادي بأنها عناصر غير منضبطة على لسان رئيس الوزراء حيدر العبادي. معنا اتصال، أبو مصطفى من الموصل، تفضل أبو مصطفى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله. حيا أستاذ عمر، لا غرابة في هذا الوضع، يعني العراق اليوم كله هو فوضى، كله عصابات، كله ميليشيات، كله مافيات، يعني إن كان رئيس الجمهورية أو رئيس حزب أو كتلة، هم من هلبيهم صاحب هذا البلد دعي يقود هذا البلد. فالضابط عادي ينقتل لأنه ماكو قانون يلزم هذه الميليشيات المنفلتة. زين، برأيك أنت ماشي أبو مصطفى، ليش الحماية حماية هذا العميد ما قامت بالدفاع عن نفسها وإطلاق النار برأيك؟ طبعا ما هذا ميليشيات الجيش هو بس يقدر على الفقر المواطنين، ويعني يقدر على أي جهة. هو لو مثل قبل كان الجيش، يعني كان هو هيبته اللي يمر بالشارع له هيبة، لكن الشعب ما عنده أي هيبة، خاصة الضباط، ضباط الجيش للأسف ما منطين ما يدور، لأنهم يخافون إذا صار له دور وقيمة بالبلد يخاف الضابط، لأن الضابط لابد أن يكون عنده نوع من الوطنية ودا يعرف. هسه مثل ما حكى بعد قبل يوم عبد الغني الأسدي، يقول هي ما أمر على الموصل وعلى تكريت وعلى الرمادي، إحنا نعرفه ما أمر، لكن شوف هذا الرجل لننصف وقال إنه مؤامرة. شوف هذا ضابط كبير قالوا ساعة حوله هو لكن الأخ الساعدي، للأسف الشديد بينهم كانوا طيبين مع الناس وبكل رحاب الصدر يتقبلون من الناس وكانوا يجاملون الناس في الموصل وغير الموصل. شوف هذول يجي يوم كلهم يصفوهم. الخميني الملعون أيام زمان، يعني بدون تجاوزات أرجو. نعم. فبقالته أنه صفوا الرؤوس والرقادة والطيارين وكل العباقرة الموجودين في البلد. فهذه لا غرابة اليوم يقصدون هذا الضابط. هذا الضابط إن كانت له عشيرة ممكن أن يأخذ حقه، إذا ما كان الله العبادي ما يقدر يأخذ حقه. أنا أقول لك العبادي أيضا مأمور من قبل، يعني حتى بالقانون اللي يتكلمون به. حتى بالقانون اللي يتكلمون به؟ نعم، هم على شلون ما إذا قالت إيران قالهم، إذا ما قالت إيران شو راح تخصص؟ هل يحاسب هذا الميليشياوي؟ بس ما يحاسب. شم عراقي راح فقير مثل هذا وامثال.
يعني للاسف للاسف احنا في فوضى في يعني اكثر من غابه ما الوحوش احنا حاليا اكثر من غابه يعني لو تدرون اكو مأساة كثيره بالعراق يعني العراق اصبح جحيم على العراقيين الشرفاء جحيم المستفادين منهم بس الشعيبيه الناس اللي ما تراد زاعتهم الارض اللي ما عندهم لا خلق ولا اخلاق يعني ذولا بس ذولا اللي يقدر يتماشون ويا هاي الناس اللي بالشارع وغير الشارع انت تدري ايش قاعد يسوون الميليشيات هذه؟ نعم هم على جاي لسامره يعني سامره جاي يحمل سامره على يحمورها وش بيها لا هو كان هي. كان ذاهب لكي يعني يأمن الطريق إلى رئيس الوزراء حيدر العبادي وصولا إلى الموصل. أبو مصطفى من الموصل كان معنا، شكرا لك. أبو علي من كربلاء، تفضل أبو علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. قادر الرافدين العزيزة، صوت الفقير، صوت المظلوم، صوت العراقي، الله يحفظكم جميعا. عمي عمر هذا كبير ومعروف وانكتل، بس انا ما اعرفه وشنو هو، بس انا سامع عنه انسان مثل الاصابشي، يعني انسان هم خوش انسان، احنا لازم نتصور، احنا مو احنا شو نقول، احنا من نحكي ما ندافع عن واحد، نحكي هم كلهم ذولا ناس كلهم ميليشيا، قالت الاخت ام زمزم، كلهم ميليشيا، وكلهم ما جايين بالحق ولا جايين بالاستقرار ولا يفكرون بالعراق. هذول يعني الفقير هذا لو ما عنده احد، وهاي الخطيه العشائر اللي طارميه اللي وسفيه المحموديه جرف الصخر، هذول ينكتلون ينداسون برجلهم بالعشرات. هذا عمي عنده فخر ويعرفوه وعلى اساس هيبه الدوله، واما الناس الفقره بالمئات لا بالالوف ما حد يدير لهم بال بيناتهم يتكتلون. هذا هم حاله حال ذيك المره حماية رئيس الجمهورية جلال طلبان الله يرحمه، هم الحماية كتلة هذا الصحفي وراح فصله، هذا ما راح فصله، هم بيناتهم يعني هم اليوم القوي أخذ الرشيد قولته أنه لا أو تم يعني قبلها حوادث كثيرة أبو علي، يعني مثلا تم خطف حماية رئيس الجمهورية. عمي والله يا أوليدي ما سمعتك أنا بعد، قلت لك حوادث كثيرة سبقتها، مثلا يعني تم خطف كم فرد من أفراد حماية رئيس الجمهورية. حبيبي هم إذا يا أهلي جي لازم لسلاح، قالت الأخ اللي يرسل لك السفينة ذا كثرت ملايا تغرق. نعم يعني أنت شايف لك دولة 10 دول أعلام تختلف، حياتهم تختلف، جيوشهم تختلف، ما يصير ولاعاتهم تختلف. طبعاً يصير هيك، طبعاً يصير، يعني أنا هو يعرف ناس يجون يأخذوهم زين ويروحوا يذبونه بالسجن ولا واحد يقدر يسأل عليه، ولا يا الشرطة يذبك على الجيش، الجيش يذبك على الميليشيات، الميليشيات هم ما شاء الله تحدث بلا عرج. هو كون البلد يصير قانون واحد، جيش واحد، مو ميليشيات. يعني يا يجي أي دولة تدعنا عندنا يا دولة وبالخصوص إيران، يا ليجي اثبت ولاك، هاي فلوس، هاي سيارات، هاي مكاتب، تفضل سوي لك. يجون على عوائل الفقرة البسطاء، أكثرهم أمين، أكثرهم مهمشين، يعطونا بالشهر 700-750 ويتخذوا أداة بقتل العراقيين. زين أبو علي، برأيك بعد هاي الحادثة، رئيس الوزراء أصدر مرسوم قبل أيام وساوى الميليشيات مع الجيش ومع القوات الأمنية، هل ممكن أن يراجع القرار؟ هو طبعا أكو يعني فقرة بأن جعل ارتباطهم ليس بالجيش، جعل ارتباطهم بي وقادة الميليشيات، قال لك يأخذون الأوامر من عندنا ما يأخذون أوامرهم من الجيش. هل راح يراجع قراره حيدر العبادي برأيك؟ لا 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 يا ابن اخوي، لا حبيبي، لا هذا هو مو بيده، وهذا القرار اصلا هو مو بيده وغصبا عليه وما يراجع ويفصلها عشائر وتنتهي. ما يقدر ما يقدر، بس اكو فتشيخ كلش مهم بالحج الشعبي. هذا ايش راح يسوون ذول المعممين بالحج الشعبي؟ هذول ايش راح يسوون؟ راح يسوون لهم مكاتب عقائدي. نعم المكتب العقائدي مبلغين ياخذ اوامر بيه تحت تسميه المبلغين الدينيين. أحسن من يأخذ الأوامر ماله؟ أوامر ما يأخذه من المركز الثقافي اللي وين؟ اللي بالسفارة، والسفارة تأخذ من إيران
ويصير طيف واحد ويصير بعد يعني مو كتل مو كتل خنق. نعم. بعد ما تقدر تحكي ما تقدر حتى إذا تسمع لك مثلا فكي أم يقتلوك وبأكثر من هذا أكثر من هذا. نعم يعني اليوم أنت قول أنت ليش هنا صورة الخامنة براس الدربونة مالتي؟ ليش بالشارع؟ ليش ترفع علم؟ تروح للمستشفى داقلك لقمية أو داقلك قراية؟ يابا هاي دائرة، هاي مو حسينية. نعم هاي مو أنت المعمم. أبو علي من كربلاء كان معنا، شكرا لك. معنا اتصال أبو ياسين من ديالة، تفضل أبو ياسين. حياك الله أخي عمر وحيا لك هذا المحترمين. حيا والدوم، هلا بيك أخ عمر. مقتل العميد ما يهمنا شيء، لأن هو متطوع حماية العبادي مو حماية الشعب. بعدين كنا شفنا أن العبادي من وصل الموصل لا احترم أهالي الضحايا ولا استقبلهم، وليسرنا جدا أذنابها الحكومة الطائفية أهل السنة عبد ربها بعد يقتلون أنهم الدول ما شو العبادي، هم شافوا كان رقص دول الأطفال للعبادي فوق هاي المنزلة كلها مع الموصل وتدمير الموصل. بعدين مدينة دفاع الأسبق هو مو عملوها قاعد العبادي، وبعدين مرشح قامة النصر. أخي سفلة جدا من سياسيين أهل السنة دول مع الأسف الانبطاحيين. أخي مقتل الصدر أسوأ رجل بالعراق، لا ننسى تاريخ مقتل الصدر، هذا كلها مخلفات الصدر، الميليشيات كلها من عصائب وعصائب كلها مخلفات مقتل أخي، وما دمر المقام غير مقتل والقاعدة نفس الطهارة عند الصدر. أخي هذا العميد شفناك نزل وقبل يد مقتل من استعمار الخضراء، هو ما سوى شيء جماعة الصدر، لا هم ذول كلهم ميليشياويين. أخي عمر تقبلنا هذول أسود وأبيضهم أبيضهم نيز أخي، لا أحد يترجى من ذول شيء، بس الشعب عين عليكم كافي. هذا اللي يقول مقتدى وطني، ما شافوا لنا وين وطني مال المقتدى، قد يسألونا نسألة مال 2005 و6 سنة مدير زين. أبو ياسين ماشي ماشي أبو ياسين، أنت برأيك مثلا مقتدى الصدر بما أنه هو المسؤول عن سرايا السلام راح يقدم القتلة إلى القضاء؟ قدم وراح يدافع عنهم بدفاع يقتل هذول من الشعب تدمير العرام. أخي هو مقتدى مو بالحكومة، قال عنده وزراء، قال عنده برلمانيين، قال عنده مدراءين نفس الفتاة. أنا أقول لك تقبل هذا ضمن نجيز لا ترد منهم لا عمار، هذا اللي هوس العمار مو قتلة جماعة عمار، أحد دافع عنه أحد سأل عنه، والشغلة واضحة واضحة أخي. لازم يدمرون الشعب يهينون الشعب تنتهي الشيعته، بس أتعجب من أن بالجنوب الوسط الحدث جاء يدفعون على المعممين أخي، مو حتى المرجعية نتومة بالفساد. إحنا لن تنمي 100 مليون دولار السلمة السستاني حتى يقاتلون تطلع فتوى سرية يقول أنا قاتل كافر تحت راية كافر، هذا هذا المنزل أخي، والحدث لسه عم يطبلون. نعم أبو ياسين المرجعية والعمايل. أبو ياسين من ديالك كان معنا. معنا اتصال آخر أبو محمد من بابل، تفضل أبو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أقول أبو ياسين كنا حاصل فاصل وطلعنا من غير بعض، تفضل أبو محمد. يا أخي هذا حادث أكو طيارات مراكبجة يصير انصدام بيهن. نعم بالحروب كانت يسمونها نيران صديقة. تمام وكو قانون يعني أنت تسميها نيران صديقة؟ لا احنا مو نسوي الحباية كباية، هذا حادث يصير بكل الدول والقانون ياخذ مجرى، القانون ما يجمد. تمام القانون ماشي. ما جامد ابو محمد، احنا دا نعرض واقع في العراق كما نعرض يوميا اي شيء مستجد على الساحة العراقية. زين انت هذا العميد ومعاه موكب من الجيش، وتم التنسيق مع سرايا السلام بانه احنا راح نوصل واحنا تابعين الى مكتب رئيس الوزراء والى اخره. انزلوا، نزل العميد نزل من الموكب وتم اطلاق النار عليه وقتله وجرح الكثير من افراد حمايته، هاي تسميها نيران صديقه؟ والله هذا القانون هو اللي ياخذ مجراه. تمام. والشعب العراقي ينظر الى تحركات الدوله العراقيه بعين واضحه. تمام. برايك هذا المفروض يتحاكم محاكمه عسكريه لو مدنيه اللي قتل العميد؟ لا محكمه عسكريه. نعم ليش محكمه عسكريه؟ والله يا اخي انا ما اختصاصي بالمحاكم العسكريه واعرف شنو قانونها، بس هي كعسكر هم عسكر والجهتين عسكر يعني. نعم. من العبادي ضم الحشد الى القواطع الوزاره الدفاع يعني اعتبار محكمه عسكريه. نعم. وثاني شيء ان بس شويه اوضح لك شويه. نعم.
اي متصل اي متصل يعتدي بكلام غير مقبول يا اخي هذا والله ما مقبول من يسب الامام الخميني والخميني اليس رايه الملتقين اليس يمثل عقل اهل الجنوب عقل اهل الجنوب كلها خميني لا تسب الخميني لانه عقل اهل الجنوب يعني انت تقول يمثل اهل الجنوب هاي احنا لازم اهل الجنوب كلهم يتصلون او كلهم يدلون لا هذا هذا ينافي ابو لا ابو محمد لا 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 بس احنا ما نقبل باي تجاوز على اي شخصيه كانت ابدا يعني تدري تنوبات متصل على الهواء تطلع منا سالفه نقول له لا ما يصير ما يصير بس خلنا ناخذ منك انت شاهد التاريخ حتى شاب مو احنا ما نريد نروح على موضوع ثاني احنا عندنا العميد وما بقى لنا بس دقيقتين لنهايه البرنامج انا اشكرك ابو محمد من باب كان معنا أبو حسام النعيمي من بغداد أرسل رسالة يقول تحية لك أستاذ عمر لا استقرار للعراق بوجود الميليشيات المسلحة الخارجة عن القانون والتي هي بالأساس لا تعترف بالقانون لأن عملها لصالح أسيادهم الإيرانيين يجب على الشعب العراقي إذا يريد أن يحفظ كرامته القضاء على هذه الحكومة العميلة التي دمرت البلد كما يقول في رسالة أخرى يقول مقتل العميد المرشدي وهو ضابط كبير بجهاز أمنه الخاص رسالة للعبادي بأنهم أي سرايا السلام يمكنهم الوصول إليه شخصيا هل حصل لقائد هذه الميليشيا هذا الشيء عندما قتل الخوئي وعدد من حمايته في وقت أياد علاوي هرب في وقتها إلى إيران ستمر العملية وينتهي الأمر وتبقى الميليشيا وقائدها محمد الفارس معنا اتصال؟ أم محمد من السليمانية تفضلي أم محمد بقالنا دقيقتين السلام عليكم أستاذ عمر وعليكم السلام ورحمة الله القناة الرافدين وقادرها أستاذ عمر أنا ما عندي هواية تعليق نعم. بس أقول حان الأوان هذول العمايم لازم يطلعونهم من العراق هي هاي الميليشيات كلها نعم. تابعة للعمايم إذا رجال الدين طلعوا من الحكم كل شيء بعد ما يطلع المهم تطلع إيران من العراق هذول رجال الدين يطلعون هذا العامري أصلاً هاي مؤامرة على هذا العميد وقتله من الميليشيات نعم أم محمد من السليمانية كانت معنا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة التي تحدثنا فيها عن مقتل العميد شريف إسماعيل المرشدي على يد ميليشيات سرايا السلام في سمرة شكراً لكم أعزائي المشاهدين وإلى اللقاء بإذن الله